فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لابنته المتزوجة الفقيرة هي وزوجها؟ لا، ما يعطيها لابنته ولا لابنه ولا لذريته ولا لأولاد أولاده ولا لآبائه وآباء آبائه، ما يعطيها لفرعه ولا لأصله، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين، يجب عليه أن ينفق عليهم، ما يعطيهم الزكاة علشان يسلم من نفقتهم، لا، يجب عليه أن ينفق عليهم. نعم.